يقال إن التلفزيون هو أهم وسيلة للتعليم منذ اختراع الطباعة المتحركة، فقد أصبح التلفزيون بالنسبة للأطفال والكبار على السواء حافزاً يشجعهم على المشاركة في الآراء ويمد تجربتهم التعليمية بزخم جديد. وقد أحرز تقدم كبير خلال السنوات العشر الماضية في إدخال التلفزيون وتكنولوجيا الفضاء على ميدان التعليم. إن وسائل الاتصالات العامة هذه تنمي الفرص الجديدة المتاحة أمام المربين في هذه الأيام لتحسين التعليم ورفع شأنه. السلام عليكم ورحمة الله. يرى علماء التربية والتعليم أن العقل البشري أو الذهن البشري يكون قد اكتمل ثلثي طاقته الاستيعابية عندما يكون الطفل قد بلغ السادسة من عمره. ويرى علماء الأبحاث التربوية من جانبهم أن التلفزيون كأداة للترفيه آخذ في التدرج من دوره كأداة ترفيهية إعلامية مسلية إلى دور